واكبر والعزه للسودان ايها الاخوه عدنا اليك اخترقنا الجدار عدنا اليك يا هجليج في وضح النهار نحن عدنا اليك يا هجليج مرفوع الجبين عدنا 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 اليك يا هجليج مع انبثاقات الجراح وبهتاف ملأ البطاح خسئ الذئاب وطاش سهم الشرد المعتدي اني لاحني للرجوله هامتي و بكم عين البلاد وهللت لنصركم روح النبي روح النبي محمد أيها الإخوة أصدرت القوات المسلحة أعلنت فيه تحرير مدينة هجليج من فلول الغفاء الفريق والركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين أن حجم الخسائر جدا وفي السياق ذاته اشادت وزيره الدوله الشعب السوداني والقوى السياسيه لوقفتهم الصلبه والشجاعه تم تحرير مدينه هجليج من دنس التمرد البغيض الحمد لله رب العالمين